السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هننشد نشيد مع أحلى أجواء القرية للشاعر بيان الصفدي. هو شاعر سوري. رسمت نور شمسا تضحك فوق الدور، طفلا يهدي طفلا وردة. رسمت نور ديكا يركض فوق السور وعلى آنية عصفور. رسمت نور فلاحا يمشي في الساحة، عنزا تتبع فلاحة. ما أحلى أجواء القرية، في أعماقي تبقى حية. الطالب علي عفيفي.